بنصبح عليكم مره تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخبار الطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك يا لمياء. احنا عارفين بقى انت معاكي طقس وفي القاهره والمحافظات، سريعا المختصر ومرور كمان وكمان مرور كان بودي اطمنكم، بس هو لسه طبعا في ارتفاع في درجات الحراره، وشهر اغسطس المعتاد فيه كده. طب طمنيني على المرور. هطمنك. حلو المرور. صباح الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبدا من القاهره وبالتحديد شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات، انما بسيطه وغير مؤثره لحد دلوقتي. لو كملنا ونروح لكوبري الجلاء هناك هنلاقي في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. كمان ظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدائق القادم من الزاويه ومتجه للفنجري، ونفس الموضوع عند كوبري المطريه القادم من الكابلات. دلوقتي نروح لشوارع الجيزه ونستعرض هناك الحاله المروريه، ونبدا طبعا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب اعمال انشاء الخط المترو الرابع اللي هناك. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. ولسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد كمان تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق مع تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه من إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع كمان اللي بيوصل بمنطقة الطوابق حتى شارع العشرين. ظهرت كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات كمان مروريه متحركه ونفس الموضوع عند كوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني، وظهرت كثافات في محيط ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايح للمهندسين ومتجه لاكتوبر في سيوله مروريه كبيره على المحور، وبتظهر كثافات بسيطه على محور 26 يوليو اللي جاي من اكتوبر وبيستمر لحد ميدان لبنان. نروح دلوقتي لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما أو لو نوصل هناك هنلاقي فيه كثافات مرورية بتظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة معانا لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وبسيطة جدا وهتقل كمان وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. كده خلصت جولتنا المرورية، نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم. في كمان نشاط للرياح في بعض المناطق وهتكون مثيرة للرمال والأتربة وبالتحديد على حلايب وشلاتين، وفي أمطار خفيفة وضعيفة هتكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 39 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 45 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة، وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.